السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم إخواني. أود أن أشكر جميع المشتركين في القناة وكل من يدعينا للقناة بذات اللايك. إخواني، اليوم سأشرح عيد ربعين. عيد ربع الأول لهذا الموقع التواصل الاجتماعي ديسكورد قام ب سيقوم بتوزيع هدايا لكل المتسجلين في هذا الموقع إخواني. ثم بالنسبة لهذا الموقع إخواني، يقول أنه سيقدم لنا هدايا إما على محفظتنا باي بال أو بعملة بيتكوين. سيقدم 25 دولار لكل مشترك، وذلك أعطانا شرط أن نقوم بتوزيع رابط الإحالة. يقول هنا إذا قام 10 أشخاص بالتسجيل عن طريق رابط الإحالة سيرسل لك 25 دولار إلى محفظتك باي بال أو إلى عنوان بيتكوين. إذا كان عدد المسجلين في رابط الإحالة 20 انفيت سيعطيك 50، وهكذا حتى 600 دولار. سنشاهد دليل السحب. إذا لاحظوا thank you for your انفيت، هذا أرسل لي 25 دولار، هو الدليل. هذا 25 دولار، هذا 75، هذا 100 150. إذا هناك العديد من أرسل لهم الذين يقومون بالدعوات. إذا فكرة ديسكورد موقع اجتماعي معروف أمريكي. كذلك هنا سنشاهد انفيت شيك. سنشاهد هنا إذا أردت أن تشاهد نفسك كم إحالة لديك. إذا لاحظوا هذا جدد، هادو قدامى. إذا مازال يتسجل العديد العديد. هذا قام بدعوة 9 أصدقاء، هذا 3 أصدقاء. إذا وصل إلى كما قلنا 20 شخص سنحصل على 25 دولار. سنلاحظ هنا انفيت رورد، نضغط على انفيت رورد 10 أصدقاء. سنقوم بإحالة 10 أصدقاء، سنكسب 25 دولار إلى محفظتنا باي بال أو إلى عنوان بيتكوين. إذا كيف سنجيب رابط إحالة هذا الموقع الاجتماعي؟ نضغط هنا ثم نضغط انفيتي دي جون، سيعطينا رابط الإحالة. ننسخ هذا الرابط ثم نروجه، ثم بعد ذلك مرة عندما تريد معرفة كم من واحد تسجل لديك تضغط على انفيت رورد الأسفل انفيت شيك. هنا ستجد عنوان أو يوزر نيم ديسكورد الخاص بك. ثم كذلك لا ننسى هنا ترسل لهم هاد الدوكومون، ستملأ هاد الدوكومون. يتم إرسال المال. إذا كان هنا تضع يوزر نيم هاد ديسكورد، تضغط هنا على هاد النجمة هكذا، ثم تنسخ يوزر نيم هذا الرقم، ثم تضعه هنا يوزر ديسكورد نيم اند تاغ، هو الرقم الذي قلنا. ثم هنا تضع كما يقول كريبتي واليت ادريس، عنوان بيتكوين او ايميل باي بال. يقول لك كم من شخص قمت بدعوته او تسجل عن طريق رابطك. تضع هنا كم من واحد لديك. اذا كان لديك 10 فتحصل على 25 دولار، ثم تقوم بارسال. هذا بالنسبة لهذا الايدروب اخواني. لمن له اصدقاء ويقوم بترويج رابط الحالة ممكن ان يحصل على 25 دولار.